مرحبا بكم للناس اللي كل فرانكوم 80% من انتصاراتنا كانت بفضل جماهيرنا، وغدا سنحسم صدارة المجموعة. صرح اللاعب الكاميروني للترجي الذي للتونسي فرانكوم خلال الندوة الصحفية اللي عقدها الإطار الفني الأحمر والأصفر أنه مباراة يوم غد ستكون صعبة على الفريقين، وأشار إلى أنه غياب الجماهير سيكون مؤثر، خاصة وأن الفريق سيمتد قوته من جماهيره التي تساند لآخر المباراة، وحتى انتصاراته في الأيام الأخيرة كانت بفضل الجماهير الأحمر والأصفر. وقال بأنه كل هذا لا يمنع من الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة والمحافظة على صدارة المجموعة الثانية من المسابقة. يذكر أنه الترجي الرياضي التونسي سيواجه يوم غد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على الساعة الثانية بملعب المنزة ودون حضور الجمهور بسبب عقوبة الويكلو المسلطة من الكاف.